انك كنت تتكلم مشكلتك. لا هو راه ما طرف مني هذه الصيغه ما نجحش فيها، ماشي احنا هما اللي نروحوا ضحايا. الاخر الخط عندي ريت ربك هذه البلاد ماشي مليح. لا لا ما ناش نعرف الواحد. هذه هي بلاد العزم والكرامه. انا علمك باللي المهمه كتنجح. من المؤسف أن تتحول طرقاتنا إلى مجازر يومياً، فالسيارة من وسيلة نقل إلى أداة قتل. إرهاب الطرقات يحصد آلاف الأرواح سنوياً في الجزائر. بالرغم من القوانين الرادعة إلى أن الحصيلة ثقيلة، ما هي أسباب ارتفاع حوادث المرور في الجزائر؟ وما هي الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من هذه الظاهرة؟ كل هذا نطلع عليه في عدد اليوم من برنامج بعيون الجزائرية. مرحبا بكم معنا. من حوادث الطرقات إلى القطارات فالطائرات دون أن ننسى الباخرات، هي إذن سلسلة أصبحنا نسمع بها يوميا، والتي أصبحت تحصد أرواح الكثيرين وبشكل يومي دون الحديث عن الإعاقات، والتي تدمر حياتهم الاجتماعية. أن الإفراط في السرعة والعامل البشري أحد الأسباب الرئيسية لإرهاب الطرقات الذي بات يهدد حياة الأسر والتي تفقد أعز الناس في لمح البصر. بالنسبة لأسباب حوادث المرور عبر القطر الوطني، هي تأتي في المرتبة الأولى التجاوز الخطير، وخاصة التجاوز على الجهة اليمنى وفي الجانب الأيمن للطرق السيارة. كذلك الخطورة تكمن كذلك في عدم احترام قانون المرور، عدم احترام إشارة قف، السياقة في حالة سكر، السرعات الفائقة، السياقة واستعمال الهاتف النقال واستعمال الانترنت كذلك، وكذلك السياقة ووضع الأطفال في المقاعد الأمامية. هذا الارتفاع كان نتيجة عدم احترام قانون المرور، السرعة المفرطة، والتجاوزات الخطيرة خاصة عبر الطرقات السريعة، وبعض الحوادث التي سجلت عبر المدن وداخل المناطق الداخلية. بالإضافة للمناطق الصحراوية، الطريق الوطني رقم 1 الرابط شمال جنوب، والطرق كذلك الصحراوية اللي عرفت حوادث مرور كثيرة وكانت مخلفاتها وحصائلها من ناحية القتلى مرتفعة. باختصار، الأسباب الرئيسية هي قلنا العنصر البشري، يجب أن نركز على عامل التكوين. ما يتعلق بالمحيط يجب أن نركز على شبكة الطرقات أيضا، والنقطة الأخرى طبيعة المركبة في حد ذاتها، يجب أن يكون هناك تنسيق مع محطات المراقبة التقنية للسيارات. كانت هذه أهم النقاط الرئيسية التي يجب أن نركز عليها حتى نتفادى حوادث المرور. فبالرغم من ترسانة القوانين المتبوعة بغرامات مالية، فهذا لم يضع حدا لهذه الظاهرة، وتبين الأرقام المسجلة أن الدولة فشلت في مكافحة ظاهرة الحوادث المرورية.
بالنسبة للحصيلة السنوية لحوادث المرور خلال هذه السنة ابتداء من الفاتح من جانفي إلى غاية منتصف شهر نوفمبر الحالي، سجلنا على المستوى الوطني ما يفوق 59,000 حادث مرور، نتج عنه ما يفوق 85,000 جريح و 1900 قتيل. بالنسبة للسنة الفارطة سنة 2014 هناك ارتفاع بنفس الفترة بحوالي 14%، يعني ارتفاع في عدد القتلى وعدد الجرحى. ظاهرة حوادث المرور قيل ويقال عنها الكثير خصوصا في الآونة الأخيرة، حيث لاحظنا ارتفاع في الحصيلة العامة لحوادث المرور على المستوى الوطني، لكن ما هي الأسباب الخفية التي تجعل ظهور هذه الظاهرة بقوة في طرقاتنا؟ نعود إلى القراءات الإحصائية، لأن القراءات الإحصائية هي السبيل الوحيد اللي راح نقف عند الحصيلة الوطنية، وفي المقارنة نقف عند النسبة إن كانت إيجابية أو سلبية، ومن ثم نأخذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال. إذن على مستوى المناطق الحضرية إقليم مصالح الأمن الوطني، سجلت مصالح الشرطة خلال 10 أشهر الأخيرة لسنة 2015 ما يتعلق بعدد حوادث المرور، تم تسجيل 13,879 حادث مرور، مخلفة 16,630 جريح، ومخلفة أيضا 696 قتيل أو حالة وفاة على المستوى الوطني أقول في المناطق الحضارية. حتى تكون لهذه القراءات معنا نقارنها مع نفس الفترة خلال السنة الفارطة، لاحظنا بأننا سجلنا انخفاض في عدد حوادث مرور يقدر بناقص 1209 بنسبة تقدر ب 8.01 انخفاض في عدد الحوادث. ما يتعلق بعدد الجرحى أيضا سجلنا انخفاض يقدر ب 1405 بنسبة تقدر 7.79%. أيضا سجلنا انخفاض في عدد الوفيات بنسبة تقدر ب 2.52% على المستوى الوطني أقول في المناطق الحضارية إقليم مصالح الشرطة. هذا ما يتعلق بالقراءات الأخيرة لهذه السنة.
فبعد التحية ورفع العلم وجهنا مباشرة إلى قاعات العمليات، أين يتم استقبال عدد كبير من المكالمات الهاتفية. لحظات قليلة فقط، اتصال هاتفي حادث مروري بالطريق السيار في شطره الرابط بين الشفة وولاية البليدة. السلام عليكم. الله حماية. لا بأس، الحمد لله. كاروبولاج اصطدام بين ثلاث سيارات سياحيه. كاين لي فيكتيم؟ شحال كاين لي فيكتيم خويا؟ حمايه مدنيه. وي صباح الخير. هايا داكور خويا، لي طاحهم لي طاحهم. اشكون لي طاقراف؟ واش فيها؟ داكور داكور خويا داكور. كاين لي بيسيف؟ عندك حادث مرور طريق سريع بلينا تيجي بمفارق اصطدام بين ثلاث سيارات سياحيه. مباشرة كير واحد. إذا نتوجه نتوجه مباشرة طريق سريع بلينا تيجي بمفارق عندك حادث مرور يتمثل باصطدام بين ثلاث سيارات سياحية. أسمح لك أن أوجه أنا المواطن وفي القطر الوطني. هناك حد مورو يتمثل باصطدام ما بين ثلاث سيارات سياحية على خلف الحدث هذا، تطلع حالة في حالة خطيرة. إليك. وهو كذلك حين توصل عين المكان وتجنب برقية مباشرة في الساحة وسط. روح من بالتالي يعطوك جيلي في التاع شفة. روح شفة. عرفناها في تنقلنا إلى عين المكان، وهذا بسبب شغل الممر الاستعجالي من طرف السائقين دون الحديث عن الفضوليين المتجمعين أمام المكان، مما يصعب تدخل أعوان الحماية المدنية. تسجيل حوادث المرور فإننا نلاحظ غالبا أن المواطنين المستعملين الطرق يستغلون الرواق المخصص للإسعافات، وهذا ما يؤخر وصولها. كذلك الفضوليين الذين يقفون بجانب الحادث، فإنهم هم من يتسببون كذلك في إزعاجنا وكذلك في عدم القدرة على التدخل بشكل جدي وإعاقة سير المركبات الأخرى وكذلك ضغط رهيب على مستوى السيولة المرورية. هناك انعدام فعلا للثقافة المرورية، وكذلك هناك فرق كبير فيما يخص
فيما يخص انه المواطن يسمح بمرور الاسعافات في 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 اكبر وقت. الحادث كان مأساويا بأتم معنى الكلمة، إن لم نقل رهيبا. أكثر من 3 سيارات سياحية وشاحنتين للوزن الثقيل في تصادم، مما خلف خسائر بشرية ومادية، ودون الحديث عن الاختناق المروري الذي عرقل الطريق. وحسب شهود عيان أن سائق الشاحنة كان يسير بسرعة فائقة، خاصة أن وقت الحادث عرف سقوط الأمطار الأولى، مما صعب عليها التحكم في الشاحنة. هذا مولي كاميون باغي نهضر في الكاميرا. هذا مولي كاميون دوبلاني ب 130 في الهبطه تاع الخميس. هذا انا شفتو ماشي قالوا لي. هذا ندير له في ديتراس باللي رانا ما نقاش مانيش قادرين نشوفه. كنا نمشيو في لالين هذه الوسطانيه، هو مورايا بالفاغ. منا كانت الشتا شويه تقطر، طول الموند منايا الاخر جبت اون ثوازيام بوزيسيون. ومن بعد هو تالمون جرا لعبت به الروموركا. مي سي تا مورتري هذايا، سي تا مورتري هذا قتال. مدام لا 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 شوي تري كونسيونت، فهمتني كيف راني كونسيونت. سينو انا شهدت شت الموت مدام، شهدت شتو كيفاه راح نموت، شت بيان كيف راح نموت، ماشي هكذا لا مور سوبيت. اي حقار حقرنا كاع، ميم لادام اللي كانت مورايا. شوفي لا ماتو كاش واحد على رقبته، ونقولها الى يوم الدين. ماكش معنا اخوها مي ايماجيني. شوف لي بريمير بلوي هذو دائما لي بريمير بلوي دائما فيهم مشاكل هكذا. دونك ان لور كي سونسي لا واحد 160 ولا مورايا يشعل في لي فاغ، يشعل في لي فاغ. درت له في ديتريس باللي ماناش قادرين نجروش حتى تطيح تقطر. بعت له، كي بعت له لعبت به تالمو كان يجري مع الزليق تاع الخميس. لوطوروت هابط بواحد 120 اون تروازيام بوزيسيون، واش تطيح هابط نورمال. احنا عندنا في بليده، محاول بليده يعني من عين دفله حتى الولايه. هو ما نقولكش تروازيام بوزيسيون من عين دفله توت فاسون. انا فيك كي دوبلاني تجاوز خطير، تروازيام بوزيسيون شاحنه وشتا ومفايت سرعه تاع 120. انا كنت دوزيام لا دروات مشارجي بالكاميو. انا كنت بالكاميو. حديث كيما هذا ما يتمشاش واحد يكون مشى 80 ولا 90، هذه راهي تكون من 120 وروح بتشوف حديث كيما هكذا. انا كل الحمد لله اللي ما كاين مشكل. اقصى سرعه تاعها في الشتاء 50 كيلومتر في الساعه، ما تقدرش تفرض السيطره على الشاحنه مهما كانت الظروف. ما تفرضهاش الرسميه اتخاذ تدابير لازمه بالنسبه لحمايه الطرق السريعه. Thank you.
فانا ساي هيا ويا نحن الآن متواجدين بطريق السيار شرق غرب في شطره الكائن بمحطة الفرطاس محطة البنزين من أجل التدخل في حادث مرور جسماني ومادي يتمثل في اصطدام بين شاحنتين ذات مقطورة وثلاث سيارات سياحية خفيفة. الحادث خلف ثلاث جرحى، اثنان منهم نساء مصابين بجروح متفاوتة. لحسن الحظ تم إخراجهم وإنقاذهم بسلام من طرف مصالحنا باستعمال كل وسائل التقنية الجديدة، وسائل القطع والتفكيك، إخراج الضحية التي كانت محصورة داخل تحت الشاحنة كما ترون السيارة. الإمرأة هذه مصابة بجرح بكسر خفيف على مستوى الركبة فقط وجرح في الوجه. أما الضحايا الآخرين مصابين بجروح خفيفة تم نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بموزايا بعد تقديم كل الإسعافات الأولية في عين المكان. بعد الحادث قمنا بفتح الطريق للمارة بحيث عرف حركة مرور جد صعبة. من جهتها سخرت المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى اختصاصها الإقليمي إمكانيات بشرية ومادية هائلة للتصدي لإرهاب الطرقات، والذي أصبح يدخل الحزن يومياً لعشرات العائلات. صالح، نبدأ المهام تاعنا في النهار اليوم. الملخص في مهام فرقة أمن الطرقات فيما يخص إقليم اختصاص لكل فوج من أفواج فرقة أمن الطرقات، فوج على مستوى الطريق السريع الشرقي وفوج على مستوى الطريق الجنوبي. من بين المهام التي تقوم بها فرقة أمن الطرقات عندنا مخالفات النوعية بصفة عامة، مكافحة الإجرام
المروري، وهذا من أجل تفعيل مخطط الوقاية المرورية. المخالفة النوعية هذه بمجرد سائق أنه يرتكب هذه المخالفة تؤدي به مباشرة إلى حادث مرور، يعني إنها اللي تكون وقاية من المخالفة المرورية اللي تكون ليكون نتيجة تاعها حادث مرور، ولا السائق عندما يرتكبها يؤدي إلى حادث مرور، فمن الوقاية من المخالفة المرورية النوعية نصل إلى المخالفة من نصل إلى الوقاية من حوادث المرور. حيث اعتمدت على مخطط جاء بغية تفعيل دور الشرطة أكثر، وهذا بمضاعفة دوريات الشرطة الراكبة والراجلة، بالإضافة إلى اقتناء أجهزة رادار المتطورة التي ترصد المركبات المخالفة للسرعة المحددة والحواجز الأمنية التي تسمح بمراقبة السيارة والسائقين. في إطار نسع المجهودات المبذولة من طرف مديرية العامة للأمن الوطني بهدف حماية مستعملي الطريق بصفة عامة، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الأمنية ميدانية عن طريق الوحدات العملياتية بهدف التصدي لظاهرة حوادث مرور والقضاء عليه، بحيث تم تسخير إمكانية مادية تمثل في استعمال أجهزة الرادار. هذا الجهاز هو يستعمل لقياس سرعة المركبات أثناء سيرها، تسهر على استعماله فرقة تسمى بفرقة شرطة الرادار. بالنسبة للهدف من الجهاز هو أننا نقضي على حوادث المرور، للسبب المباشر فيها هو عدم احترام الأحكام المتعلقة بالسرعة القانونية، بحيث تعمل هذه الفرق على تنصيب هذا الجهاز على مستوى مداخل ومخارج العاصمة، بحيث أن ميدانيا أن السرعة تقل كل ما انتقلنا من الفضاء المفتوح إلى الفضاء المغلق، أو من خارج المدينة إلى داخل أو وسط المدينة، بحيث أن السرعة 120 كيلومتر في الساعة تنخفض إلى 180، تصل إلى حتى 30 كيلومتر في الساعة. بهدف احتواء حوادث المرور يتم أولا العمل على إحصاء النقاط السوداء. هذه النقاط السوداء هي نوعان، نقاط سوداء تسجل على مستوى حوادث مرور جسمانية خلفت جرحى، حوادث مرور خلفت حالة وفيات. بهدف التقليل منها يتم أولا إحصاء النقاط، ثانيا يتم تنصيب هذه الأجهزة لمدة معينة حتى أن السائق هذا يتعود أن النقطة هذه فيها جهاز رادار، وهنا نحقق نتيجة أننا نفرض على السائق أنه يخفض السرعة كل ما وصل لهذه النقطة المصنفة نقاط سوداء. والحمد لله خلال هذا السنة تم القضاء على العديد من نقاط سوداء، بحيث كان فيما مضى أكثر من 200 نقطة سوداء وصلت 90 نقطة سوداء، وهي في انخفاض مستمر. والنتيجة هذه حققناها أولا باستعمال هذا الجهاز، وثانيا بتفاهم والوعي اللي أصبح اليوم نسجلوه عند مستعملي الطريق. آخر الإجراءات الردعية التي استحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني هي فرقة أمن الطرقات، والتي تسهر على الوقوف على سلوكات السائق، حيث يلتزم أفرادها بارتداء الزي الرسمي ينتقلون على متن سيارات ودراجات نارية عادية، مما يسمح لهم بالتدخل بصفة مفاجئة، وهذا ما يؤثر على سلوك السائق الذي يحس أنه تحت مراقبة مستمرة. فيما يخص فرقة أمن الطرقات، هي فرقة حديثة النشأة تقوم بمحاربة الإجرام المروري وبالتحديد الحوادث المرورية إلى غير ذلك. تقوم بمعاينة كل المخالفات المرورية النوعية ليرتكبها السائق وتؤدي به مباشرة إلى وقوع حادث مرور بالطريق العام. أما فيما يخص الفرقة، مكونات فرقة أمن الطرقات هي تتكون من العنصر البشري بالإضافة إلى مركبات مموهة ودراجات نارية مموهة مقسمة إلى أفواج، كل فوج له إقليم اختصاص عمل خاص به يقوم بمعاينة هذه المخالفات المرورية. مع رئيس أمن الطرقات للمصلحة الولائية للأمن العمومي بباب الزوار على متن سيارتين عاديتين مدعمتين بدراجة نانية، وما هي إلا دقائق بعد انطلاقنا لاحظنا تجاوزات بالجملة. سيارة من نوع كليو صاحبها يقوم بمناورات عديدة، مما يجعل الشرطي يوقفها ويحرر المخالفة، والتبرير كالعادة
أنه لديه حالة مستعجلة. تفضل. فمن بين المخالفات المرورية عندنا المناورات الخطيرة. المناورات الخطيرة السائق ما يرتكبهاش نهار اللي يكون في الحاجز تاع مراقبة أمنية ولا عند نقطة مراقبة أمنية، لأن هناك تشكيل يحترم التشكيل هذاك، المناورة ما يقومش بها في ذا في 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 ذاك في في ذاك المكان. هكذا كي ديبلاسي المخالفة الحاجز الأمني ولا نقطة المراقبة يقوم بمناورات خطيرة في طريق سريع هكذا، ومخالفات نوعية أخرى هكذا تؤدي مباشرة بعد الارتكاب تاعها إلى حوادث مرور. إذا كان سائق يتنقل من ريتل إلى ريتل بدون مراعاة أحكام تغيير الاتجاه فهو يقوم بحركة، هذه الحركة هي مناورة خطيرة على المستعملين الآخرين، وبالحد ذاته هو حتى هي مخاطرة عليه على السلامة تاعو وعلى من الوزن الثقيل في الممر الاستعجالي يسير صاحبها بسرعة بطيئة مما شد انتباه الشرطة وجعلهم يوقفونها ويحررون المخالفة. يمشي فيتاس قليلة بزاف. مخالفة حرر مخالفة 1000 دينار السير على الوقف الاستعجالي عرق القاع حركة المرور، زائد على هذا راه نمشي بصالح.
فيما يخص المخالفات النوعية الأخرى، عندنا الوزن الثقيل السير بالنسبة للوزن الثقيل في الريتم الثالث الطريق السريع، عندنا كذلك الاستعمال السير على الشريط الاستعجالي. في متابعة الحركة المرورية في عبر القطاع المخصص في أمن ولاية الجزائر. فيما يخص المهام نتاعنا في الدوريات اللي راهم معينين سواء في الطريق السريع الشرقي أو الطريق السريع الجنوبي، المهام نتاعنا باينة واضحة، متابعة الحركة المرورية ومنع ارتكاب المخالفات، وبالدرجة الأولى يكون دور وقائي. فيما يخص هذا الدور نتاعنا يتمثل في منع وقوع حوادث مرور اللي باينين وين يكونوا في النقاط السوداء عبر قطاعات تاعنا المرانا مكلفين بهم، الدوريات وين كاين النقاط السوداء اللي معروفين التواجد تاعنا يكون في هذه النقاط هذه، باش المستعملين الطريق لما يشوفوا الدراجين تاعنا يخفضوا شويه بالسرعه تاعهم، وكذلك باش ما يرتكبش مخالفات اللي هما تجاوز على اليمين ومراوغات خطيره. أخذنا مكاننا، قمنا بمراقبة للسيارات التي لا تحترم إشارة قف، فما هي إلا لحظات حتى سجلنا 3 تجاوزات لسيارات سياحية التي اعترف سائقها بارتكاب المخالفة. بطاقة رمادية، بطاقة رمادية لاكارت غيز، نعم شهادة التأمين، رخصة سياقة من فضلك، زيد فضلك قسيمة الضرائب 2015، بعد المعاينة تاعنا ارتكبت مخالفة عدم احترام إشارة قف. حنا بعد المعاينة تاعنا والزميل تاعي شفناك بلي ما احترمتش إشارة قف، عندك مخالفة تاع 4000 دينار عدم احترام إشارة قف، زائد سحب رخصة سياقة، وعندك القدرة على السياقة لمدة 48 ساعة، حتى تجوز لاكوميسيون في الضرائب. غرامة جزافية تاع 4000 دينار تخلصها وتقدم للمصلحة الولائية للأمن العمومي ليطا ماجور، هاي البطاقة الرمادية تاعك، شهادة التأمين، عندك صالحات السياقة لمدة 48 ساعة. أهلا مروان، هاي سلامة. نورمال مستعدت ماشي تسبوب على كاع كنمشيو نسبي مع سيمي، بصح انا مستعد بلي حرك تسبوب نورمال. حرك تسبوب على بالك بلي تقدر دير حادث مرور، قادر تموت. تقدر تموت، تقدر دير، يقدر يصدم فيك واحد. ما حكركش البوليس؟ لا ما حكرنيش، لا في خدمته في طرف خدمته، وربي عاونو وربي جازي ما كتموتش. انت عادي كينحيو لك رخصة السياقة؟ عادي باسكو انا مستعد واش درت؟ استعاد واش درت؟ نورمال، ما حكرنيش، كون حكرني
نقدر نكلامي نقدر نحكم ليش في حقه واحترمني تعاود يعني دوك تعاود ديرها مره اخرى بربي ان شاء الله جامي سيو بالما على كل حال سيو بالما كنت 30 سنه صوفا سيو بالما معليش صاري وثائق السيارة من فضلك وثائق السيارة من فضلك أنا رخصة السياقة تعال زيد البطاقة الرمادية شهادة التأمين محضر المراقبة التقنية تاعك عندك مخالفة في قانون المرور عندك عدم احترام إشارة قف عند المخرج تاع محطة البنزين دوك عندك مخالفة تاع 4000 دينار زائد سحب رخصة السياقة والقدرة على السياقة لمدة 48 ساعة هاي المخالفة تاعك سدد المخالفة تاعك عندك القدرة على السياقة لمدة 48 ساعة اتقدم لنا المصلحة الولائية الأمن العمومي باب زوار اتفضل اتفضل الرخصة تاعك بعد عندك انا السيده ابو برغوت فلوغا متزوجه بيان سور ماريي افيك دو انفون دونك اي غران مير اوجوردي دو 3 بيتيز انفون او دونك اون فام مالوروزمون ديفيني هانديكابي للاسف وليت شخص معاق على جال حادث مرور انا والام لابيتي يعني كنا حنا تانيك صحاح لاباس بينا لاتين بديارنا لاتين ببولادنا لاتين بخدمتنا وبين دقيقة ودقيقة يعني رجعنا أشخاص معاقين بن متهورا دمر حياتها ولم تكن تتوقع يوما أن تلحق بها المصائب بعد ذلك اللي تعودت بكيني تسمى نحكي لك ونعود نبكي أنا ماذا بيا ننسى واش جوزت ولازم نحكيها باش الناس ترد بالها خاصة الشبيبة سورتو لي جون خاطرش الروح عزيز والصحة عزيزة وقادرة بين دقيقة ودقيقة تروح لنا بين دقيقة ودقيقة تروح لنا وما كاش حاجة اللي يعني اللي عزيز عند العبد قد صحته يعني خارجين من الخدمة تاعنا راح نجيبوا وليدنا من المسيد وداخلين للبيت يعني ككل يوم داخلين للبيت
وهو السيد هذايا ودخلنا في المدينه وانا ساكنين، وهو تما ما احترمش القانون المرور في داخل المدينه اللي ما لازمش تجوز 40 كيلو في الساعه، وكان اكثر من 120 كيلو في الساعه، على باله باللي راح يقدر روحه. هذه معمدا يعني، انا جبل ربي معمدا هذا الاكسيدان، خاطرش على باله باللي كي يجوز القانون اللي يسرحوا للبلاكا اللي تقول القانون باللي 40 كيلو في الساعه ما لازمش تجوزهم، هو دار 120 ولا 130، جاب 130 كيلو في الساعه، على بال باللي راح يقدر روحه راح يقدر غيره. هو صح يعني ما قتلناش، بصح رجعنا اشخاص معاقين للان عليك كما كي تشوفي. ومن بعد سنوات وسنوات كي انا كي مولا بيتي نعانوا في السبيطارات، خلينا دارنا، خليت بيتي، خليت وليدي، خليت يعني خدمتي. أثناء اللقاء بالسيدة فلورا، والتي لم تنكر أنها فكرت عدة مرات في الانتحار بعدما أصبحت معاقة، وما زاد من إرهاقها هو نظرة المجتمع لها، مما ضاعف من ألمها ويزيدها إحساساً بالنقص والعجز. ومن بعد ما كنا نعاني في السبيطار، بعد ما خرجنا كنا نعاني، ومن بعد ما خرجنا من السبيطار للبيت كان حب انا ومولا بيتي نخرجوا، كنا في الكرسي متحرك في زوج، حبينا نخرجوا يعني. من بعد كي بدينا نرتاحوا، كي بدينا يعني من بعد يعني بدينا نرتاحوا، حبينا نخرجوا من البيت الى الشارع، روحوا نقطة حتى في الكرسي متحرك. نحب ان الشخص معاق لازم ثاني ما نحرموش من الخرجه، ما نحرموش من تحواس، ما نحرموش من حب يقضي وحده. هذه كنا احنا منعونا منه، منعونا شكون منعنا منه؟ البيئه منعتنا من الخرجه، خاطرش البيئه ما فرضتناش باش انا في الكرسي المتحرك نخرج كانسان عادي. وانا حسيت في راسي انسان عادي، حتى راني في الكرسي المتحرك بصح راني انسان عادي. لازم البيئه هذه تعطيني الفرصه باش نخرج، باش نكمل ندمج في المجتمع، باش نخرج نكمل نقضي وحدي، باش نخرج نكمل نلتهب بيتي. هذه كانت ما سبناش سهولات هذوما، يعني البيئه ما وفرتناش سهولات هذو باش نحس انا شخص عادي. حتى نسيت في راسي باللي شخص معاق، نسيتها خلاص. انا بور موا جو سوي ديفوني اون فام كي ني با هانديكابي. بما أنها لم تختار الحادث الذي تعرضت له، اختارت التعايش مع وضعها الجديد، ففكرت بإنشاء جمعية وطنية خاصة بالمعاقين. ومن بعد يعني الصعوبات هذو ما كمل جوزناهم وشفنا بلي ربما ما مش غير احنا اللي انا نجوزوا في الصعوبات هذو. الشخص كي يكون صحيح ما يحسش بها، بصح للاسف كي يولي شخص مريض ولا شخص معاق، ومن بعد يعاود يتكاكا مع روحه باللي الشخص هذا راهو الحياه تاعو دائما صعيبه، دائما صعيبه. هذا هو اللي خلانا من بعد كي جات فينا حنايا كي رجعنا اشخاص معاقين، صبنا هاد الصعوبات كامل، درنا وعد ربي سبحانه، قلنا يا ربي العزيز لو كان يجي نهار وين نوضوا من الكرسي المتحرك هذا ونعاودوا نصيبوا راحتنا بسيكولوجيا فيزيكمون بسيكولوجيكمون، احنا تاني نضلوا باش واش صرانا ان شاء الله ما تصراش الاخرين. وتمنينا نكونوا جمعيه انا مولا بيتي، والحمد لله يعني ربي العالمين سمع لنا. كانت محل جمعيه محليه كي بدينا وسميناها البراء.
تجي من حوادث المرور. دوكا كثره من الجزائريين يولوا اشخاص معاقين على جال حوادث المرور. وسطرنا برنامج في الجمعيه مع الاعضاء تاع الجمعيه باش حنا تاني كمجتمع مدني كجمعيه كاشخاص معاقين نجيبوا اليد المساعده تاني للسلطه كيما لابوليس لا جندرميري باش نقصوا من الكارثه هذه اللي تحت علينا اليوم في بلادنا. دونك البرنامج هذا هو سطرنا من باش نروحوا للمدارس نروحوا للشركات اللي عندهم بزاف الناس اللي يسوقوا كيما لي شوفور نروحوا ليزونيفرسيتي باش نديروا التحسيس والتوعيه وهذا واجب علينا. بذلت الدولة بدورها مجهودات كبيرة لضمان سلامة السيارات وتحسين الطرقات وأنظمة المرور، وهذا من خلال اتباع أنظمة تكوينية وأيام تحسيسية. مهما تعددت الأسباب، النتيجة واحدة: قتلى، جرحى، إعاقات، هي حصيلتنا اليومية، مما جعل الدولة تسطر استراتيجية أمنية جديدة للحد من إرهاب الطرقات. في إطار الاستراتيجية المنتهجة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، تم تبني كافة التدابير العملياتية وكذا الوقائية فيما يخص التصدي لظاهرة إرهاب الطرقات، والتي تعتبر من الأخطار الكبرى في التصنيف العالمي وكذا الوطني. فمن الناحية العملياتية، إضافة للتكوين المستمر للأعوان وكذا الإسعاف الطبي، تم تدعيم القطاع وذلك عبر كافة وحدات الحماية المدنية للقطر الوطني تدعيم جدي بعتاد وتجهيزات تسمح بالتدخل من أجل إسعاف الضحايا ومن حوادث الطرقات من سيارات إسعاف أجهزة متخصصة بكافة أنواعها شاحنات للتدخل متطورة من بينها خاصة شاحنة الجر والتي تقوم بإبعاد المركبات وتسريح الكثافة المرورية التي نلاحظها عند حدوث مثل هذه الحوادث. كما تدعمت المديرية العامة للحماية المدنية بفرق الدراجات النارية التي تتدخل في حالة حوادث المرور. خصائص هذه الدراجة النارية تحتوي على 3 طروة كفري، الخزان الأول يحتوي على مجموعة من وسائل التدخل السريع كالإسعافات الأولية، عندنا لي ديفيرونت مينارف لي ديفيرونت كومبراسي اي لدوتر ماتريال. دوزيام كوفري يحتوي على وسائل الإنقاذ فيها مجموعة من الحبال التي تسهل عمل أعوان الحماية المدنية، وكذلك في غالب الأحيان لما تكون هناك حوادث مرور نصيب مجمل السائقين محصورين، ولهذا فكرت المديرة العامة في وضع خزان آخر بغرض استعمال مواد القطع والتفكيك، وفي حالة نشوب أي حريق في هذه الحوادث تدعمت هذه الفرق بوسائل للإطفاء. هناك اسمه دوزيكستانكتور بور ليكستانكسيون ديف. نقطة أخرى وهي غاية في الأهمية تتعلق بالتكوين وتكوين المتكوينين كل في مجال اختصاصي سواء على مصالح الشرطة وما يتعلق بالشرطة التخصص في الميدان خصوصا مصالح الأمن الوطني، يجب أن يكون هناك تكوين متخصص لأعواننا ولكل المسؤولين على مثل على السلامة المرورية بما في ذلك فرق الرادار أيضا الفرق المتنقلة فرقة أمن الطرقات، يجب أن يكون هناك تكوين متخصص ومصالحنا تعمل في هذا المجال حتى نرقى إلى زرع ثقافة مرورية في الميدان والوقاية من هذه الظاهرة، هذا على المستوى مصالح الأمن الوطني. كما أن السياسة المنتهجة من طرف السيد المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى الهبيري في إطار تحقيق الأهداف من أجل حماية المواطن وممتلكاته من كل الأخطار لا سيما إرهاب الطرقات، وهذا من خلال تعميم وتعليم الإسعافات الأولية والحركات المنقذة لفائدة المواطنين جميع شرائح المجتمع، حيث قامت المصالح المديرية العامة بتكوين حوالي 80,000 مسعف لكل عائلة، وانتقلنا إلى المرحلة الثانية من تكوين مسعفين محترفين وذلك عبر كافة وحدات الحماية المدنية بالقطر الوطني، وهذا إيمانا منا من أجل أن الوقاية خير من العلاج وأن الحركة السليمة تسبق دائما الخطر،
وكذلك من أجل أن نقلل من عدد الضحايا وحفاظا على سلامة مستعملي الطرق سواء كان سائقا أم راجلا. بالإضافة إلى التنسيق مع كل الأطراف الأخرى على غرار مصالح المراقبة التقنية للسيارات، ما يتعلق بالنسيج العمراني وعلاقته بشبك الطرقات، مواجهة ظاهرة الازدحام المروري، أيضا ما يتعلق بتحيين الإشارات المرورية، ما يتعلق بمحطات النقل العمومي والإكثار من محطات النقل العمومي، وأيضا ما يتعلق أيضا بنقطة أخرى وهي أماكن الوقوف والتوقف يجب أن تكون وفق ما يتطلبه الواقع المعاش حسب الكثافة السكانية من خلال مخططات المرور ومخططات النقل التي يجب أن تكون في المستوى، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة في الدورات والملتقيات الدولية ذات الصلة بالسلامة المرورية، وذلك من خلال خلق حوكمة أمنية وقائية للوقاية من حوادث المرور على مستوى طرقات. إن الظاهرة أصبحت مرعبة وخطيرة تستدعي إجراءات جديدة لوقف هذا النزيف الذي أصبح يحصد كل 3 ساعات روح جزائري، لذا يجب اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التقليل من حوادث المرور التي ارتفعت ضحاياها بشكل مخيف. رسالتنا دائما للمواطنين، المديرية العامة للحماية المدنية توجه دائما نداءها للمواطنين من حيث احترام قانون المرور، إرساء ثقافة الوقاية لدى الطفل خاصة وين نعلموا أبنائنا اللي يركبوا في الخلف خلف سيارات، وهنا نخص الفئتين بالنسبة لمستعملي الطريق سواء كانوا سائقين أو راجلين، احترام قانون المرور وارتداء كذلك ضرورة وضع حزام الأمان اللي أقلل من خطورة الإصابة. من مصالح الأمن الوطني نركز على 4 نقاط رئيسية في عملية الوقاية من حوادث المرور. النقطة الأولى هي التوعية والتحسيس والتركيز على الشمولية والاستمرارية في عملية التوعية والتحسيس حتى نرقى إلى ثقافة مرورية من شأنها تفادي مثل هكذا حوادث ومثل هكذا جرحى ووفيات من خلال حوادث المرور. أما من الجانب الوقائي فتسعى المديرية العامة للحماية المدنية جاهدة إلى إرساء ثقافة وقائية من خلال برامج التوعية والتحسيس، الأبواب المفتوحة وهذا لتمكين المواطنين وحثهم على ضرورة احترام قانون المرور، وكذلك تعميم الثقافة لدى كل الفئات المجتمع، وخاصة أننا رحنا الاستراتيجية جديدة في توعية الفئات الصغرى، لأن الشبل ولا الطفل حاليا فإنه سائق منا على 5-6 سنوات يكون برخص السياقة ويكون هو في الطريق. نصيحتي في الأخير لكل المستمعين، لكل مستعملي الطريق سواء كانوا سواق أو مشاة، يجب أن ننظر إلى قانون المرور بأنه مجموعة القواعد التي تهذب سلوكاتنا وتنظم علاقاتنا حتى نتفادى ظاهرة حوادث المرور على مستوى طرقاتنا بالتنسيق مع جميع الأطراف بطبيعة الحال. أنا مدابية يعني السلطات ياخذوا إجراءات قاسية، خاطرش اليوم راهي وصلت مسألة الموت، يعني شكون اليوم اللي ما عندوش في العائلة تاعو ولا ما عند حبابه ولا ما عند جيرانه شخص يعني مقيوس بالحوادث المرور اللي توفى ولا ربما اللي رجع شخص معاق، يعني رانا اليوم كاملين مقيوسين، كاملين رانا مقيوسين اليوم كنكملوا هكذا. الرسالة هي احترام قانون المرور، لأن احترام قانون المرور هي من السلامة تاعو هو، لأن فقة أمن الطرقات أحد بالأهداف تاعها أحد تخلق له رقابة ذاتية، هذا رقابة ذاتية يكون السائق يراقب روحه ذاتيا، إذا كان يراقب روحه ذاتيا باش ما يطيحش ولا باش ما لا يقع في ارتكاب مخالفات مرورية وخاصة هذه المخالفات المرورية النوعية، فهو بالتأكيد حيكون وقاية من الوقوع في حدث مرور. حنا تاني كنتمناو يعني اللي يغلط لازم يخلص، هذه هي انا جي فوتي جي غري في روج ولا ديك لا لين جوزتها ولا لازم نخلص عليها، اي حتى واحد ما يكون فوق القانون، القانون لازم يتطبق على الجميع. هدفنا هو الوقاية وليس الردع، والشرطة تبقى دائما في خدمة المواطن والوطن. إرهاب الطرقات هو قضية الجميع، فلا بد من تفعيل دور المجتمع المدني للحد من حوادث المرور.
إرهاب الطرقات كان موضوع عدد اليوم من برنامج بعيون الجزائرية. إلى أن نلتقي في عدد مقبل بحول الله، دمتم أوفياء لنا.